كان الرجل يمشي بخطوات ثابتة في الغابة. كان يمتع ناظره بالطبيعة الخلابة ويستنشق عبير الزهور، وكانت أشعة الشمس تتسلل من بين أغصان الأشجار الكثيفة والعالية. وفجأة سمع صوت عدو سريع خلفه. ترى ما هذا الصوت؟ فالتفت إلى الخلف، وإذ به رأى أسدا مخيفا ينطلق نحوه ويلاحقه. فأخذ الرجل يجري مسرعا حتى رأى بئرا قديمة، قفز بها الرجل قفزة قوية فإذا هو في البئر، وأمسك الحبل الذي يسحب به الماء فأخذ يتأرجح داخل البئر حتى هدأ الوضع وسكن زئير الأسد. فإذا به يسمع فحيح ثعبان. التفت فرأى ثعبانا ضخم الرأس طويل جدا في جوف البئر. وبينما هو يفكر بطريقة يتخلص بها من الأسد والثعبان، إذ بفأرين أحدهما أسود والآخر أبيض يصعدان إلى أعلى الحبل ويبدأان بقرضه. فهلع الرجل وخاف خوفا شديدا من قطاع الحبل وسقوطه في فم الثعبان الضخم، فأخذ يهز الحبل بيديه لكي يخاف الفأران ويذهب بعيدا. لكن من شدة الاهتزاز أصبح الرجل يتأرجح يمينا ويسارا في البئر حتى ارتطم جسده بشيء رطب ولزج ضرب بمرفقيه، فإذا هو عسل نحل. إذ كانت هناك خلية من النحل يتدفق منها العسل، فقام الرجل بالتذوق منه وكرر ذلك. ومن شدة حلاوة العسل نسي الرجل الموقف الذي هو فيه تماما. استيقظ الرجل من النوم فقد كان حلما مزعجا، وقرر الرجل أن يذهب إلى شخص يفسر له الحلم. وذهب إلى عالم وأخبره بالحلم، فضحك الشيخ وقال: ألم تعرف تفسيره؟ قال الرجل: لا. الأسد الذي يجري وراءك هو ملك الموت، والبئر الذي به الثعبان هو قبرك، والحبل الذي تتعلق به هو عمرك، والفأرين هما الليل والنهار يقصون من عمرك. قال: وما العسل يا شيخ؟ قال: هي الدنيا، من حلاوتها أنستك أن وراءك موت وحساب.